الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من قلت لأصحابك إن أول شيء نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، إنها ثقافة الإسلام أن نبدأ بالصلاة حتى في أعيادنا، ثقافة الإسلام أن العيد ليس خروجا عن سلطان الله، وليس انغماسا في الأهواء والشهوات أبدا، وإنما هو انتقال من عبادة إلى عبادة. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. أول شيء نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. ثقافتنا تنبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركتكم على بيضاء ناصعة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه الثقافة تستمد عنوانها من قوله تعالى: ألا له الحكم والأمر. الحكم لله، والأمر لله، والسيادة لله. أما الغرب فإنهم يستمدون ثقافتهم من أن السيد في هذا الكون هو الإنسان، ويأخذون هذه الثقافة من مصدرها من أفلاطون الذي يقول: إن الله خلق الكون ثم ركله. حاشا، وأنا أنقل وناقل الكفر ليس بكافر. ركله بقدمه وتركه وتخلى عنه وجعل السيادة فيه للإنسان. لذلك يستبيحون الموبقات، لذلك يقعون في الشذوذ، لذلك ينغمسون في أعيادهم بالمعاصي والآثام، لأن مصدر ثقافتهم يختلف عن مصدر ثقافتنا 180 درجة، اختلاف كامل. نحن عندنا أن هذا اليوم هو يوم عبادة، ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. عيدنا هكذا، لهذا شرعت زكاة الفطر، ولهذا ينظر بعضنا في أحوال بعض، ولهذا كانت زكاة الفطر حتى على الفقير. زكاة الفطر ليست على الغني كزكاة المال، وإنما على الفقير الذي لديه قيمة الزكاة زائدة عن حاجته وحاجة أهله وأولاده في يوم العيد وليلته. وهذه تربية على العطاء، في أن يكون المسلم معطيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله طاعتكم، وغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأمتنا الإسلامية بخير. ندعو بهذا الدعاء في كل عام، ولا بد من أن هذا الجواد الذي كبى من أن يقف على قدميه مرة أخرى، ولا بد للمسلم من أن يقود سفينة الحياة من جديد مرة أخرى. فالبشرية كلها بحاجة لك أيها المسلم لتعود إلى حيث ينبغي أن تكون سيدا لهذه السفينة. فقد ضاع الناس، وكثرت الدماء، وتغلبت فئة قليلة في هذا الوجود على أكثرية الأمم،
واستغلت، بينما ثقافة الإسلام تقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون المال متداولا فقط بين الأغنياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من ثقافتنا الإسلامية وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل كان يظن طاغية الشام أن تكون حرب أوكرانيا لعنة عليه وبؤسا عليه، وأن الله أكبر منه ومن سيده الذي بات يختفي خلف أسواره؟ اليوم الجميع مهدد والعالم كله مهدد، وأول المهددين طاغية الشام. أمواله التي أودعها في موسكو هو وحاشيته باتت في خبر كان، وأمواله التي أودعها في لبنان باتت في خبر كان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل. أيها السادة، لنا برنامج في هذا اليوم يبدأ بالصلاة وقد أنعم الله علينا فأتممناها، وينتقل إلى الخطبة وقد خطبنا بفضل الله اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هناك تكريم وهناك مسابقات وهناك عيديات هؤلاء الأطفال لأجل أن يفرحوا في غربتهم. نحن هنا بعد مرضاة الله عز وجل نريد أن نسعد أبناءنا لكي نحافظ على هويتهم من خلال مراكزنا ومؤسساتنا. فإلى الفقرة التالية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.